اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. انا سايق عربية يوتيوب مبسوط لا وانا بلعب بالعجله ومبسوط. ايه ده؟ الله، بصوا الكلب الحلو الفظيع ده، يا خلاصي شكله حلو قوي، انا عايز اشتري كلب. يا خلاصي، ايه ده؟ طخ، انا اسف، انا خبطتك. انتي كويسه؟ حصل لك حاجه؟ رجلي بتوجعني، انا عايزه ماما. حصل لك ايه؟ انتي كويسه؟ لا، انت بهدلتني وقعتني على الارض، حرام عليك يا شيخ. مش تاخد بالك حد برضه يعدي الشارع من غير ما يبص يمين وشمال؟ ده طريق العربيات، مش لازم تخلي بالك وتبص يمين وشمال قبل ما تعدي. اعمل ايه بقى؟ كان في كلب اموره وكنت ببص عليه. طيب ما تخافيش، انا دلوقتي هكلم لك الاسعاف ويجوا ايه ياخدوكي. ايه ده؟ انتي ايه اللي حصل لك؟ الحقوني، الراجل ده خبطني. يا ستي قلت لك ان انا اسف. طيب مش كنتي المفروض تلبسي الخوذه؟ دلوقتي انتي لو كنتي لابسه الخوذه ما كانش هيحصل لك ان انتي تتعوري. دلوقتي هنضطر ان احنا ناخدك على المستشفى عشان ان نكشف عليكي. انا متضايقه قوي ان انا خبطتها، ما كانش المفروض ان انا اخبطها. معلش حضرتك، عادي، ناس كتير بتخبط اطفال. حضرتك بس كلم اهلها واعتذر لهم بس، وتعالى معانا المستشفى عشان نطمن عليها. اوكي ماشي، مفيش اي مشكله، المهم بس البنت تطلع سليمه. لا حضرتك ما تقلقش، كل حاجه هتكون تمام. ماما، الراجل اللي هناك ده خبطني. ماشي يا لينا، انتي برضو معديه الشارع من غير ما تبصي يمين وشمال، حد يعمل كده؟ معلش يا ماما انا اسفه. المهم ان انتي كويسه دلوقتي يا لينا، وتعلمتي كتير من الحوار ده، ان انتي قبل ما تيجي تعدي الشارع لازم تبصي يمين وشمال. واشكري الراجل الفظيع ده ان هو جه انقذك ووداكي المستشفى واخد باله منك وتكفل بدفع كل حاجه. ميرسي يا حضرتك لذوقك، شكرا قوي حضرتك، ويا ريت تخلوا بالكم من ولادكم ما يعدوش الشارع كده فجاه، عشان انا اتخضيت النهارده وتاخرت على شغلي جامد. اوكي يا ماما انا مش هعمل كده تاني، والحمد لله رجلي مش مكسوره. الحمد لله ان انتي كويسه يا لينا. اتمنى اصحابي يكون الفيديو عجبكم، بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.